هذا البرنامج برعاية الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أحد القطاعات الهامة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اللي النهاردة بيقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمناطق الحدودية بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية والمحافظين من خلال إقامة مشروعات زراعية تنموية وصحية وتعليمية وتنمية ريفية وثروة حيوانية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البدوية وانخراط أبنائها في التنمية، خاصة في مطروح وحلايب وشلاتين وسيناء وبعض محافظات الصعيد، كما يستهدف زيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائي للمجتمعات البدوية الفقيرة. الدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات التنمية الشاملة التابعة لوزارة الزراعة، أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل فريق عمل برنامج الثمرة. النهاردة الجهاز بيقوم بمشروعات كبيرة ومشروعات عملاقة، مشروعات قومية، خاصة المشروعات اللي على الحدود، كلمنا عنها بقى باستفاضة. وطبعا الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة هو أحد الأجهزة اللي بتعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، والهدف من هذا الجهاز هو إحداث تنمية شاملة ومتكاملة وحقيقية في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا. إحنا كجهاز تنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بندير أكثر من مشروع في أماكن مختلفة. عندنا مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية في مطروح في منطقة السلوم وفي براني، عندنا مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة خلف بحيرة السد العالي في أسوان، عندنا مشروع تنمية متكاملة لمناطق حلايب وشلاتين في البحر الأحمر، عندنا مشروع التغيرات المناخية ومجابهة التغيرات المناخية لصغار المزارعين في الصعيد في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، عندنا مشروع لتنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا في الفيوم وسوهاج وأسيوط وأسوان، عندنا كذلك بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالمشروعات الإنتاجية في كفر الشيخ والغربية والمنوفية وإنا، وتوزيع الأغنام مشروعات توزيع الأغنام في المناطق الحدودية في البحر الأحمر ومطروح وجنوب وشمال سيناء. تمام. المشروعات النهاردة اللي على الحدود فيها صعوبات كتيرة، احنا بنقوم بها ازاي؟ بنتعامل بها ازاي؟ بننفذها ازاي؟ وكل مشروع في المناطق الحدودية بيتميز بطبيعته الخاصة، لأن جميع المناطق الحدودية تختلف في طبيعتها السكانية والميزات النسبية الموجودة فيها منطقة عن الأخرى. فمثلا في مطروح المنطقة اللي احنا بنعمل فيها منطقة السلوم وبراني في التجمعات البدوية في بكبك وأبو زريبة وأجارين وأبو صفافي والرابية الوسطى والرابية الشرقية والرابية الغربية وغيرها من التجمعات البدوية، هذه المناطق اللي الاعتماد الرئيسي فيها على الميزة النسبية لسقوط المطر، فتلاقي كل الأنشطة بتاعتنا متكاملة وقائمة على استغلال مياه المطر. المناطق دي كان لما بنيجي نبدأ العمل في أي منطقة حدودية بنلتقي بشيوخ أو عواقل القبائل الموجودة في هذه المنطقة لدراسة احتياجاتهم، لأن هم أدرى بهذه الاحتياجات وليهم قدرة على حل في حالة وجود أي مشكلات حل هذه المشكلات. فمنطقة السلوم براني احنا لما عدنا مع شيوخ وعواقل هذه القبائل كان ما عندهمش نقص في الناحية التعليمية، نقص في النواحي الصحية والنواحي البيطرية، في حصاد مياه المطر وتخزين مياه المطر من خلال سواء الأبار أو التطهير الأبار الرومانية أو إقامة السدود واستصلاح الوديان، عندهم برضو كانوا يحتاجوا رعاية للسلالات البرقي اللي موجود عندهم، وصممنا كل أنشطة المشروع في هذه المنطقة على هذا الأساس. طب بالنسبة لحلايب وشلاتين يا دكتور؟ في
حلايب وشلاتين الوضع مختلف تماما في هذه المنطقة. فعندنا مشروعين بيعملوا في منطقة حلايب وشلاتين. المشروع الأول اللي هو تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية جنوب البحر الأحمر، وده بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وده بيدعو أو بيؤدي إلى دعم قدرات صغار المزارعين ودعم القبائل البدوية في مجابهة الظروف الحياتية الصعبة ليهم. فأنشأنا كرة بيئية تتناسب مع الوديان الموجودة فيهم في وادي أبو سعفة ووادي الديف ووادي أبرق، ودول وديان تبعد عن مدينة شلاتين بحوالي 115 ل 135 كيلومتر داخل سلسلة جبال البحر الأحمر. عندنا كذلك دعم للسيدات من خلال إنشاء المراكز الحرفية للسيدات لتدريبهم على النسيج اليدوي وأعمال الخوص والأعمال اليدوية. السيدة بتاخد دورة تدريبية، بتصرف بدلات انتقال ومعونة غذائية، وبعد كده بتاخد دورة لمدة 3 شهور وبتاخد قروض لبدء مشروعها الخاص. كذلك عندنا مشروع التنمية المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين، وده من أهم المشروعات. احنا كان في نهاية 2014 أطلقت الحكومة المصرية خطة لتنمية مناطق حلايب وشلاتين، وكان لها مكون زراعي أسند إلى جهاز تنفيذ المشروعات التنمية الشاملة. دكتور، لو قلنا دي المشاريع طبعا دي بتكلف ملايين أو ممكن مليارات، احنا بيتم التنسيق ازاي مع الجهات لتوفير الأموال دي؟ هذه الأموال بتأتي عن طريق وزارة التخطيط في الباب السادس أو الباب الاستثماري، وبتكون مخصصة على بنود معينة، سواء كانت بنود مباني غير سكنية، آلات ومعدات، شراء حيوانات وغيرها. احنا من خلال المشروع ده كان في عدد كبير جدا من الإنجازات. ان احنا اولا ان احنا اول حاجة عملنا ان احنا حفرنا 6 أبار، وأقمنا على كل بير شبكة ري 50 فدان، وأنشأنا عدد من التجمعات حول هذه الأبار. كذلك تم توزيع حوالي 2000 رأس من الأغنام على صغار مربين، توزيع 30 مركب صيد على صغار الصائدين في منطقة حلايب وشلاتين. كمان إن احنا عملنا حوالي إنشأنا أكثر من 120 صوبة في مختلف الأودية، في وادي حضين، في وادي أبو سعفة، في وادي الديف، في وادي مبارك وغيرها، لتوفير الخضروات في هذه المنطقة بأسعار تنافسية بتصل نسبة الخصم عن مسيلتها بحوالي 40%. لكن التجربة الرائدة كانت في وادي حضين، ودي تجربة رائدة إن احنا قدرنا نعمل مجتمع قائم على استخدام المياه المالحة في الأبار والأراضي الصحراوية في إقامة مجتمعات مستقرة تتمتع بكافة المنتجات، سواء كانت منتجات زراعية أو داجنية أو سمكية، وخلق فرص عمل وخلق مسكن لهؤلاء العاملين. خلينا أقدم حضرتك بس إيه اللي تم في وادي حضين، لأن أنا هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات اللي احنا بنديرها. وادي حضين عبارة عن وادي موجود في الصحراء، بيبعد عن مدينة شلاتين حوالي 32 كيلو جنوب غرب الشلاتين. هذا الوادي كان به عدد 2 من الأبار الجوفية، كانت ملوحة المياه بتصل حوالي 10,000 جزء في المليون، ده خلاف الملوحة اللي موجودة في التربة. عشان كده كان في صعوبات كبيرة جدا في عمل نموذج للتنمية باستخدام هذا الوادي. لكن احنا حطينا نفسنا قدام التحدي ان احنا لو مياه توفر لنا الا هذه المياه وهذه الارض، فلابد من ايجاد حلول عملية. النهاردة دكتور برضو في اهتمام كبير من القيادة السياسية بالنسبة لدور المرأة في الحياة الاجتماعية خاصة في الريف والصعيد. احنا بنعمل ايه للمرأة؟ هو طبعا في اهتمام كبير في المرأة في كافة المشروعات اللي احنا بنديرها، وفي مشروعات بالكامل بتكون موجهة للمرأة. لكن خلينا نكمل وادي حضين، نموذج وادي حضين، لان ده مهم جدا ان احنا نلقي الضوء عليه. وادي حضين كان عبارة عن برين مياه مالحة واراضي صحراوية، تم انشاء بالبداية استخدام مياه الابار مباشرة في زراعة عدد كبير من الأفدان، حوالي 10 فدان من نبات القطف الأكاسيا، ودي نباتات متحملة للملوحة بتستخدم في كعلائق في تغذية الإبل. وتم إنشاء مزرعة للإبل بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء والحملة القومية لتحسين إنتاجية الإبل. بعد كده احنا جبنا بعض أنواع من النباتات عالية التحمل للملوحة مثل نبات السليكورنيا ونبات الشعير المتحمل للملوحة من المركز الدولي للزراعات الملحية. كده بنستخدم الميه باستخدامها في بشكل مباشر من الابار. بعدين انشأنا عدد 2 من المحطات التحليه. محطات التحليه بتنتج نوعين من الميه محلاه
ودي بنستخدمها عندنا مزرعة نخيل، مزرعة نبع عماني، عندنا 120 صوبة، عندنا عدد كبير من أنظمة الري المتقدمة زي الفلوب سبرينكلر، ودي بنزرع تحتها قمح وكانولا ومختلف المحاصيل. المية الأكثر ملوحة استخدمناها في عمل مزارع سمكية لإنتاج الأسماك الملح. كمان أنشأنا مجمع للدواجن لإنتاج الدجاج البياض وإنتاج الدجاج التسمين، وقلعة لتربية الحمام. أنشأنا مصنع لبسترة ألبان الإبل. كمان أنشأنا مصنع لتعبئة وتجفيف النباتات الطبية والعطرية. منحل لإنتاج النحل الجبلي أو السدر على 7.5 فدان سدر عماني. وتكرمت محافظة العقبة والبحر الأحمر وأنشأت قرية صغيرة عبارة عن 25 مسكن لتوفير المسكن لمن أتيحت لهم فرص العمل من أبناء الشلاتين، وبالتالي أصبح النموذج نموذج متكامل، مسكن ومنتجات زراعية ومنتجات حيوانية ومنتجات سمكية وفرص عمل لأبناء الشلاتين. بخصوص المرأة، احنا كل مكون من مكونات المشروع في جزء مكون من داخل هذا المشروع يسمى تنمية المرأة، فتختلف الطرق في تنمية المرأة باختلاف الأماكن وباختلاف الميزات النسبية. فعلى سبيل المثال في مشروع مطروح أنشأنا أكثر من 300 برج حمام للسيدات كمصدر مدر للدخل لهؤلاء السيدات، يتماشى مع طبيعة المرأة البدوية في هذه المناطق بعدم الخروج خارج منزلها. بنقوم لها برج الحمام، بنديها عدد من الطيور والعلف، وبنعمل لها بناء قدرات عن طريق خبراء في هذا المجال، والسيدة بتستغل هذا البرج في تربية الحمام وعمل عائد لها من خلال ومشاركة في عائد في دخل الأسرة. النهاردة الدولة بتقوم بمشروعات صغيرة وكبيرة خاصة في الريف والصعيد ضمن حياة كريمة للجمهورية الجديدة. احنا دور الجهاز بالنسبة لحياة كريمة ايه؟ وخليني بس اقول ان حياة كريمة دي اهم مبادرة في تاريخ الدولة المصرية على الاطلاق منذ عهد الفراعنة حتى الان، لان حياة كريمة ليها اثار مباشرة وأثار غير مباشرة على جميع السكان مصر. يمكن الناس بتتكلم ان في حوالي 50 او 60 مليون مواطن هيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة، لا، كل المصريين هيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان عدد ايام العمل اللي هتنتج عن الاعمال اللي هيتم من خلال مبادرة حياة كريمة في كرة مصر، العدد الاعمال دي هتقضي على عدد على البطالة بنسبة كبيرة جدا داخل مصر، لان جميع الأعمال اللي بتتم في حياة كريمة بتتم بأيادي مصرية، بأيادي الشباب المصري. عندنا أعمال مدنية كبيرة جدا في إنشاء محطات الصرف ومحطات تحلية المية أو تنقية المياه، عندنا عدد كبير جدا من المدارس، عندنا عدد كبير جدا من الطرق، عندنا عدد كبير جدا من مراكز الخدمات. كل هذه الإنشاءات هيقوم بها العمال المصريين والمهندسين المصريين. الخامات الداخلة في عمليات التصنيع دي هتنتج داخل مصر لما يتم استيرادها، سواء كانت أسمنت أو رمل أو طوب أو خشب أو غيرها، ده هيتم إنتاجها داخل مصر. وبالتالي عدد أيام التشغيل المباشر والغير مباشر للمنشآت التي يتم توفيرها من خلال حياة كريمة تغطي ملايين أيام العمل، ودي هتؤدي إلى انتعاشة كبيرة جدا في سوق العمل المصري، وده تأثير قد لا يتحدث عنه البعض. أما بخصوص دورنا احنا كجهاز في مسمى بحياة كريمة، فاحنا عندنا توجهات سواء من القيادة السياسية أو من معالي الوزير بأن جميع القرى اللي احنا بنعمل فيها تكون داخلة في مبادرة حياة كريمة، واحنا بندعم هذه القرى بمختلف المشروعات، سواء المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مع بتمويل مباشر من وزارة المالية. عندنا عدد كبير من المشروعات في داخل مشروعات التغيرات المناخية، معظم هذه القرى داخل مبادرة حياة كريمة. أخيرا بالنسبة لي هنا الجهاز بالنسبة في وحدات للتغير المناخي، صح؟ وطبعا قضية التغير المناخ أصبحت أمر واقع وأصبحت قضية تمس كل فرد موجود في هذا العالم. يمكن حضرتك الأحداث الأخيرة في أسوان ونزول السلوك في أسوان ده حاجة غير معتادة بالنسبة للظروف المناخية أو المنطقة المناخية لمحافظة أسوان. لذلك احنا كنا من أول الجهات اللي بدأت في مشروعات التغيرات المناخية، بدأنا في 2014 بمشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي اللي في صعيد مصر المعروف باسم التغيرات المناخية، وده كان ممول من صندوق الأقلام المناخية التابع للأمم المتحدة، وأنهينا العمل في 55 قرية كان الهدف منها رفع قدرات صغار المزارعين على مجابهة
التغيرات والتقلبات المناخية. إن إحنا لا نعتمد فقط على المصادر التمويل سواء من وزارة الزراعة أو من الجهات الأجنبية، لكن يوجد مصادر تمويل محلية وتعاون ما بين وزارات سواء الزراعة أو التضامن الاجتماعي أو غيرها لخلق مناخ مناسب للعمل ما بين الوزارات لتوفير الوقت وتوفير الجهد. حيواني والجودة عالية والحمدة واجل فاسواقنا مالية، مشرعنا ضخم ومكاسبها غالية، حالفين هنكتب قصة نجاحنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا، بإيدين ولادك ولاد ولادنا، نزرع ونحصد ويزيد عددنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا. هذا البرنامج برعاية شركة الحفناوي لتصنيع خراطيم الري الحديث، خبرة 20 سنة في تصنيع خراطيم الري بتنقيط عالية الجودة. تصنيع جميع مقاسات الخراطيم من 16 ملي ل 90 ملي، أسعار تنافسية ومناسبة لجميع المزارعين، خدمة توصيل مجانية للكميات لجميع أنحاء الجمهورية، ضمان حقيقي يصل ل 10 سنين وفريق عمل كامل لتلبية احتياجات المزرعة. كل لفة معاها ضمان حقيقي. الحفناوي للري بالتنقيط، الأفضل لمزرعتك. مع خبرة تصل إلى 70 عاماً هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل. إينوفاكس جومبورو بلس نيوكاسل هو التحصين الأفضل عالميا لحماية الطيور من 3 أمراض فيروسية تصيب قطعان الدواجن: الجمبورو، النيوكاسل، والمارك. إينوفاكس جمبورو بلس نيوكاسل آمن تماما بدون أي أعراض جانبية، لا يتأثر بوجود المناعة الأمية. عند تحصين الطيور باستخدام إينوفاكس جومبورو بلس نيوكاسل في معمل التفريخ، يحمي الطيور من الأضرار الناتجة عن الإصابة بالجومبورو، النيوكاسل، والمرك لفترة طويلة، ويحسن أداء الطيور في قطعان التسمين البياض والأمهات. الحماية في المعمل يعني إينوفاكس.